مرحبا بكم. اليوم من بيتي راني جبت لكم خبز الباي، كما يقولوا عندنا حنايا في الشرق الجزائري خبز التونس. واش يحتاج خبز الباي؟ هذا يحتاج كاس تاع خبز يابس، نفس الكيل هو كاس تاع كاوكاو مقلي ومرحي، وعنده نفس الكاس نتاع الزيت ولكن نقصوا منه صباع. يعني احنا ديما نخدمه بنفس الكاس غير ناقص شوية، حتى السكر ناقص منه قيس صباع. وعندي نفس المكيال تاع البيض، انا لهنا جاوني 4 حبات بيض. نبدأ على بركة الله، نفرغوا البيض هذا نتاعنا، نضربوه مع السكر. يعني انا سعد لهنا نعطيك مكونات، عندي الفاني وعندي وحدة تاع خميرة. هذا واش يحتاج؟ هذا خبز البيض تاعنا. انا البيض هذا تاعي نلوحلو السكر ونضربوه مليح وحتى يبيض لنا. انايا المكونات تاعي كل ما نلوح مكون ونضرب، لان راح ندير الضرب اليدوي فقط، يعني مش كيما الضرب الالي تقدري تلوحي كلش على فوا وتخلطي. انا بهذا الضراب اليدوي نخلط، ولكن الزيت نخليه هو في الاخر ونلوح بالطرف ونطلع باش يمتزج مليح. كي ندير هذا البيض والسكر راني ضربتهم، نروح ساعه نشعل الفرن. الفرن تاعي على 160 درجة، يعني كل ما القطوات تاعنا راهم كيحبوا 160 درجة، ومدة الطهي من 1/4 ساعة الى 20 دقيقة على حساب مكونات القطوات تاعنا الحلويات تاعنا. انا درك نلوح الكاوكاو الاول ونخلط، يعني كيما نقولو حنا ندخلو في بعضه فقط. اللي ما تحبش دير ضراب الالي في التخلاط، دير مغرف، دير سباتيل، دير فرشيطة، يعني ما يهمش، المهم حاجة بسيطة جدا. هذا القاطو يعني يدار لسهرة رمضان، يتشرب مع التاي لأنه قاطو معسل. أنا وليداتي يشربوا به لاتاي كما قلب اللوز ولا بسبوسة. دركا لحت حتى الخبز هذاك اليابس، أنا الخبز اليابس تاعي هذا اللي درتو مشي محمص، واللي باغية تحمص خبزها تحمصو عادي جدا. دركا راح نلوح شوية تاع فاني، وبعد الفاني نلوح الخميرة. يعني انا ندير شوية فاني هاوكي على راس المغرف، يعني باش نحيو بركة ريحة البيض هذيك. واللي عنده زاست تاع القارص يدير زاست تاع القارص، واللي عنده ثانية مبشر البرتقال يدير مبشر البرتقال، يعني كل شي كيف كيف. نلوح تاع الخميرة نخلطهم يدخلوا في بعضهم مليح، تبقى لي الزيت فقط، ندير بكميات قليلة يعني، ونخلط باش ينسجم مليح في بعضه. الزيت لهنا في هذا الخليط بالذات يحب يدخل مليح باش ما تبقى لناش طبقه الفوق. نخلطه مليح، يعني هو جاتو سهل، حتى المبتدئات يقدروا يتعلموا فيه، البنات يعني يقدروا يتعلموا فيه هذا الجاتو، يعني يديروه سهل بسيط. وهو في الحقيقه خبز البي هذا يتسقى بالشربات، ويحب الشربات والعسل مخفف. انايا سقيته بالعسل اللي طيبته ونوريته لكم في الفيديو اللي فات، باش نعتلكم يعني هذا الاشياء تاع رمضان تاع صارت رمضان اللي نقدروا نديروهم مع الصباح في رمضان مع الصباح، خير ما نشريو ونعرفوا واش رانا ناكلو، وتكون السهره نتاعنا يعني المائده نتاعنا ما فيها ما شاء الله من الاشياء. انا درك كي خلطتو نجيب البلاطو ندهنو شويه بالزبده ولا الفارين على حساب البلاطو تاعكم يلصق ولا لا، وندخلو للفرن على درجه حراره قلنا دائما 160 درجه، مده الطهي على حساب الفرن اللي عندكم. يطيب مليح من التحت، نعادو نشعلو له من الفوق. كي يطيب مليح نخرجوه، انا نخلط مليح باش نقدر نفرغه في البلاطو. كي نخرجوه وهو سخون نسقيوه بالعسيله بارده ولا الشربات بارده، يعني لازم ما يكونوش المكونين سخونين، اما هو يكون سخون والشربات بارده، او يكون هو بارد والشربات سخونه.
كنفرغو درك هذا في السنيوة، هاني خلطو حتى ندار فوقه عاد يعني انسجم تماما، ندخلو للفور يطيب. في هذا الاثناء انا نجبد العسيله نتاعي، قلت لكم لازم تكون بارده وباش نعسل بها هذا خبز الباي. دائما اقول لكم كي يخرج نديرو فرشيطه ولا موس ولا كوردون باش نشوفو اسكو طاب ولا لا لا. انا كي لحقت درك فرشيطتي خرجت لي ناشفه، يعني راهو طايب. نفرغ له العسيله نسقيه ونخليه يتشرب مليح من العسيله، اللي عجبته القناه ولا عجبوه وصفاتي ما يبخلش علينا بابوني وبلي لايك وبالتعليقات الهدافه المفيده. كي نقصو نوريهولكم في طبق يعني صغير وتشوفوا يعني القطع تاعو كيفاه تكون والداخل القوام تاعو كيفاه يكون. يعني جبت هذا الطبسي هذا، راح نحط لكم في حبيبه صغيره تشوفوه كيفاه يكون. ها هي كي نقصوها لكم يعني بالصحه والهنا، وش هي طيبه، نتمنى تجربوه وتردوا عليا.